بسم الله الرحمن الرحيم. أمسيتنا لهذا اليوم هي بعنوان الإمام الحسين عليه السلام في أقوال طائفة من الزعماء والكتاب الأجانب. ها قد حل علينا شهر الحزن واللوعة والأسى، وفي العشرة الأولى منه قتل الحسين صبط رسول الله مظلوما هو وآل بيته وأصحابه في رمضاء كربلاء. يمر علينا الشهر هذا العام والأهل والأحباب والأصحاب يتساقطون بفعل جائحة كورونا، فاللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وبأمه وأبيه أن تكرم وفادة المتوفين منهم عليك، وأن تغسلهم بالماء والثلج والبرد، وأن تنقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن تحشرهم مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن تلطف بجميع المرضى والمصابين يا رب العالمين. وبعد، فإنه الوعد الحق، الكلمات الخالدة التي صفعت بها العقيلة زينب وجه يزيد حين قالت له في مجلسه: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. مات الطغاة والظالمون وانتهوا وما مات الحسين، كذب الموت فالحسين مخلد، كلما مر الزمان ذكره يتجدد. وفي هذه الأمسية سنستعرض بعضا مما ورد في ذكر الحسين عليه السلام على لسان الزعماء والكتاب الأجانب، قمنا بجمعها وترجمتها. أولا، الكاتبة البريطانية السيدة فيريا ستارك، وهي مستكشفة وكاتبة رحلات بريطانية إيطالية، تقول: يحيي الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي ذكر الحسين وقتله، ويحزنون عليه في العشر الأوائل من شهر محرم. هناك في كربلاء نصب معسكره بينما أحاط به أعداؤه وحبسوا عنه الماء. التفاصيل حية اليوم مثل ما كانت قبل 1257 عاما، ولا يمكن لأي شخص لديه الكثير من الاهتمام أن يزور هذه المدن المقدسة ما لم يكن يعرف شيئا عن القصة، لأن مأساتها مبنية في الأساس منها. إنها إحدى القصص القليلة التي لا أستطيع أن أقرأها بدون بكاء. ثانيا، السيد توماس لايل، وهو مساعد سياسي عمل في النجف خلال السنوات 1918 إلى 1921، وكان مديرا لدائرة العقارات في بغداد والحاكم في المحاكم المدنية، يقول في كتابه Inside Iraq في الصفحتين 57 في الصفحات 57 56 57 واصفا حشود العزاء الحسيني: لم يكن هناك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم أتوقف عن السيطرة على الناس الذين شعروا بها في تلك اللحظة خلال العزاء، وما زلت أشعر في تلك اللحظة بكل ما هو خير ومليء بالحيوية في الإسلام، وأدركت تلك التقوى المتأصلة في هؤلاء والحماسة التي تنبع منهم، ويمكن لهم أن يهزوا العالم إذا وجهت التعزية بالطريقة الصحيحة واتبعت الأساليب الصحيحة. لا عجب أن يكون لدى الناس الواقعية الطبيعية في شؤون الدين. ثالثا، الزعيم الهندي المهاتما غاندي، إن انتفاضة الحسين السلمية وغير العنفية ضد طغيان يزيد ابن معاوية ألهمت ثورة الملح التي قام بها غاندي.
يقال أن غاندي درس تاريخ الإسلام وتاريخ الإمام الحسين، وكانت فكرته أن الإسلام دين انتشر لا بحد السيف بل بتضحيات الأولياء الصالحين العظيمة كتضحية الإمام الحسين. يقول غاندي: لقد نظرت في سيرة الحسين شهيد الإسلام الأعظم، وتفحصت مأساة كربلاء، ووصلت لاستنتاج مفاده أن الهند تتمنى أن تحقق النصر، عليها أن تتخذ من الحسين نموذجا لها. ويقول أيضا: تعلمت من الحسين كيف أنتصر وأنا مظلوم. يقول: هناك نداء عالمي في هذا الاستشهاد، لقد ضحى الإمام الحسين بكل ما لديه، لكنه رفض الخضوع لحكومة استبدادية لم يعطي أي وزن لحقيقة أن قوته المادية كانت أقل بكثير بالمقارنة مع قوة العدو. إن قوة الإيمان بالنسبة له هي أعظم قوة، وتعتبر كل قوة مادية لا شيء. هذه التضحية هي منارة هداية لكل مجتمع ولكل أمة. رابعا، الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز صاحب الروايات المعروفة مثل أوليفر تويست وديفيد كوبرفيلد والآمال العظيمة والأزمان الصعبة وغيرها كثير. يقول ديكنز: لو أن الحسين كان قد حارب ليطفئ رغباتي الدنيوية، فأنا لا أفهم لماذا رافقته أخته وزوجته وأولاده. لذلك فمن المنطقي أنه ضحى من أجل الإسلام فقط. خامسا، إدوارد جيبون ويعتبر أعظم مؤرخي زمانه، يقول في كتابه تدهور الإمبراطورية الرومانية وسقوطها: في عصر ومناخ بعيدين سيوقظ المشهد المأساوي لوفاة الحسين تعاطف القارئ البارد. سادسا، البروفيسور الهندي السيد أمير علي يعلق على فكرة جيبون قائلا: إن مذبحة كربلاء هزت بعنف العالم الإسلامي وساعدت على تقويض أسس الدولة الأموية. سابعا، الكاتب المسيحي أنطوان بارا: لا معركة في التاريخ الحديث أو القديم للبشرية كسبت الكثير من التعاطف والإعجاب على وعلى توفيرها الكثير من الدروس، مثل قصة استشهاد الحسين في معركة كربلاء. ثامنا، الكاتب الهنغاري جورجي لوكاش: إن مفاهيم الحسين كانت مركزة على طبيعة حرة تهدف إلى جعل أمته أهل أمته سعداء في حياتهم، وأن يكونوا قادرين على مواجهة الحكام المتطرفين الذين يستعبدونهم، والذين واجههم الحسين بكامل قوته وعزيمته. تاسعا، الكاتب الياباني كويانا يقول: أنارت ثورة الحسين طريق الخلاص للمقهورين، وثبتت أفكارهم، وسحبتهم من الظلال، وأوضحت لهم طرق العدالة. عاشرا، الكاتب الفرنسي فيكتور هيغو صاحب رواية البؤساء يقول: إن مبادئ ثورة الحسين أصبحت منهجا لكل ثائر يريد استرجاع حقوقه ممن يظلمونه. 11، الكاتب الروسي المعروف تولستوي يقول: من دون شك كان الحسين من بين أعاظم الثوار الذين كان هدفهم تصحيح الحكام الذين انحرفوا بعيدا عن الطريق المستقيم، ومن أجل تلك المبادئ نال الشهادة التي يشتاق لها الأحرار. 12، المفكر الروسي أوبيرا: أصبح الحسين نموذجا تحتذي به كل أمة مقهورة.
تعاني من إساءة حكامها وعدم عدالتهم، والذين يبنون عروشهم المهزوزة على جماجم المقهورين. الأمر الذي جعل أحفادهم يواصلون تمردهم حتى تمكنوا من إسقاط هذا الفصيل الذي جعلهم يعانون بشدة. 13، الروائي التشيلي روبرتو بولانو أفالوس: إن مقتل الحسين على يدي يزيد هو أعظم خطأ سياسي ارتكبه الأمويون، والذي محى وأخفى كل علامة وتفاصيل لهم. 14، المفكر الأفغاني جمال الدين الأفغاني: ليس هناك من مسلم ما لم يكن في قلبه حب للحسين الذي ضحى بكل شيء يملكه من أجل العدالة ومحاربة المرتدين الذين كانوا يسعون للعبث بمنهاج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الله أخزاهم. 15، محمد علي جناح مؤسس الباكستان: يزداد إعجابي بالتضحية الجليلة للإمام الحسين كشهيد، لأنه قبل الموت وعذاب العطش لنفسه ولأبنائه ولعائلته كلها، ولم يخضع للسلطات الظالمة. 16، جواهر لال نهرو وهو أول رئيس وزراء للهند يقول: أفضل درس نتعلمه من مأساة كربلاء أن الحسين وأتباعه هم المؤمنون بالله، أوضحوا أن التفوق العددي لا يهم عندما يتعلق الأمر بالحقيقة والباطل. 17، توماس كارلايل وهو مؤرخ وكاتب بريطاني يقول: أن تاريخ الإسلام وخاصة تاريخ الإمام الحسين فريد من نوعه، لم يقترب منه أحد ولا يقترب منه أحد، ولولا استشهاده لانقرض الإسلام منذ زمن بعيد. لقد كان المنقذ للإسلام، وبسبب استشهاده رسخ الإسلام جذوره العميقة التي لا يمكن ولا حتى تخيل تدميرها الآن. 18، إي جي براونلي صاحب كتاب تاريخ فارس الأدبي يقول: أن التضحيات التي قدمها لنا حضرة الإمام الحسين في صحراء كربلاء قبل 1300 عام هي مثال لنا جميعا، يمنحنا الزخم والحدس للقيام بدورنا عندما تجبرنا الظروف على مواجهة الشر ضد الحقيقة. حقق الإمام الحسين مع 72 من أتباعه انتصارا أبديا في هزيمته، وهو ما يستحيل على أي قوة عظمى الحصول عليه بأي ثمن. لقد أثبت الإمام الحسين للعالم في جميع الأوقات أن الأرقام لا تحسب عندما تكون الروح الحقيقية تعمل بهدف محدد وبتصميم. 19، الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يقول: لقد قضيت أكثر من 20 عاما في السجن، ومن بعد ذلك قررت في إحدى الليالي أن أستسلم بالتوقيع على جميع شروط الحكومة وقيودها، لكنني فجأة بدأت أفكر بالإمام الحسين وبحركة كربلاء، ومنحني الإمام الحسين القوة للوقوف طلبا لحق الحرية والتحرر. 20، الشاعر الهندي الكبير رابندرانت تاغور يقول: من أجل إبقاء العدل والحقيقة حيين لا عن طريق جيش أو أسلحة، فإن النجاح يمكن تحقيقه بالتضحية بالنفس، وهو ما قام به الإمام الحسين. الإمام الحسين زعيم الإنسانية. 21، السيدة ساروجيني نايدو
ناشطة سياسية وشاعرة هندية. أهنئ المسلمين أنه من بينهم ولد الحسين، وهو إنسان عظيم توقره جميع الحكومات وتكرمه. 22 واشنطن إيرفينغ، وهو كاتب سير ذاتية ومؤرخ، يقول: كان من الممكن أن ينقذ الحسين حياته بإخضاع نفسه لإرادة يزيد، لكن مسؤوليته كمصلح لم تسمح له بقبول خلافة يزيد، لذلك استعد لمواجهة كل أنواع المنغصات والإزعاج من أجل تحرير الإسلام من أيدي الأمويين، وتحت أشعة الشمس الحارقة على الأرض الجافة وضد حرارة شبه الجزيرة العربية وقف الحسين الخالد. 23 جيمس كورني، مؤلف كتاب تاريخ الصين، يقول: واجه الحسين ورفاقه 8 أنواع من الأعداء. على الجوانب الأربعة كان جيش يزيد هو عدوهم الذي كان يمطرهم بلا انقطاع بالسهام. العدو الخامس شمس العرب التي تحرق الأجساد. والعدو السادس كان صحراء كربلاء التي كانت رمالها تحترق مثل الأفران الساخنة. والعدوان السابع والثامن هما الجوع الشديد والعطش اللذان لا يطاقان. 24 البروفيسور رضا كوموند موكيرجي، رئيس قسم التاريخ الأسبق في لوكنوا بالهند، يقول: لقد قدم حضرة الإمام الحسين للعالم منذ حوالي 1300 عام رسالة وأسلوب حياة نحتفل بذكراهما. كان فريدا ومثاليا. لا أمتلك الكلمات، ولا تملك أي لغة من لغات العالم البلاغة والفهم اللذين يمكن أن يكونا وسيلة للتعبير عن مشاعر الخشوع التي أستمتع بها في ذهني لهذا الشهيد الرائع. حضرة الإمام الحسين ليس ملكا للمسلمين فقط، لكنه كنز مشترك لجميع مخلوقات الله تعالى. أهنئ المسلمين على أن من بينهم مثل هذه الشخصية التي تحظى بالاعتراف والاحترام على قدم المساواة من قبل جميع مجتمعات العالم. 25 الدكتور كاي شيلدريك، سار الحسين مع رفاقه القلائل ليس إلى المجد وليس إلى السلطة أو الثروة، ولكن إلى تضحية عظمى، وكل عضو في تلك الفرقة الباسلة ذكورا وأناثا كان يعلم أن الأعداء عنيدون ولم يكونوا مستعدين للقتال فحسب، بل للقتل أيضا. حرم الأطفال حتى من الماء، وظلوا عطاشا تحت أشعة الشمس الحارقة وسط رمال حارقة، ومع ذلك لم ينهار أحد للحظة، وواجهوا بشجاعة أكبر الصعاب دون أن يهتزوا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون أحياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.